نفطح لا تسقط علي. لا حمد، حمد انا اخوي حاجز يبغى يسافر الرياض صدم بالطياره وانا قوي. وانا قلت خلاص بنزلك من فيفا لجيزان مسافه يمكن 100 كيلو نص الطريق، نص الطريق خلاص فيفا من جيزان 100 كيلو قريب. تعرف انت يمكن تعرف انت جيت من ابو عريش انت صح حبيبي ابو عريش الى جيزان 29 كيلو. ايه ابو عريش قريب جنوبي الرجال. المهم وانا ماشي معي كرسيده عارف كراع اسمه قصدي كرسيده اسلم كراع دجاج. ايوه السياره ما شاء الله يعني نظيفه السياره الموتر. اخوي يكلم ما بعد شفت لك زيج هنا يا قلت كرسيه طلع المقطع ذاك رجل يسوي سيارتي اخوي يكلم واحد من اخواني هنا يقابله في المطار قال خلاص بقابلك المطار ويتواصل معه. اخذت منحنى كذا وانا ماشي يمكن 100 واخوي يتكلم يكلم اخوي اللي هنا في الرياض يقابله في المطار وقابل هيلكس ومرتين. ذيك اليوم المنطقه اللي مرت فيها السوق، السوق الشعبي مريت على الساعه يمكن الساعه 9 الرجال يبي ياخذ يسار يبي يدخل طريقي وياخذ كذا ما ادري يبغى يلف يروح مكان كذا يسار. المهم وصلنا نص الطريق يا انا يا انت يمين هو يسار يسار يمين يمين يسار لين طا كني يا سمك بني صدمته بس من حسن الحظ الحمد لله ان في الخط سلام فجأة شيء اسمع السالفه يلا اسمع اللي راح شلة اسمع جنب الهيلوكس جنب الهيلوكس الرفرف اليسار حق السواق راح فيها الكرسيده الزاويه انصفطت الجنط الكفر والله انه دفه يا رجال انه الدعاسات راح تالف لا عشان الدعاسات في كذا الجنط حق الكفر دفه الدعاسات وقوه الصدمه اقفز ورا اخوي تكسرت القزازه الاماميه هي الله تماسك نفسها ما حذف قدام السياره ويكلم واخوي اللي هنا سمع الحادث الو 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 يسمع الو 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 المهم يعني جمعوا السيارات وقف السير خلاص هو كان سيد واحد الان قدروا سيدين جو المرور كانوا موجودين عشان السوق تنظيف الطريق ما تاخر يمكن 5 دقائق وجو المرور عشان السوق عشان اجي وضابط والله انه ضابط اللي موجود وانت بكرامه ارجع من الطريق ارجع من الطريق كلش معك وفر يعني مع الضربه والشمس واخر الطريق قاعد ادور حول السياره يا ادور 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 طيب ايش عندك؟ ارجع 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 اجلس هناك اجلس يمسك العسكري يا اخي لا ابغى ادور حذياني انت بكرامه ابغى ادور حذياني قال عاينهم في رجولك انت صح انت صح يقول العسكري لا عقل جاء اخطر في بعض اقول لك الصدمه قويه شوي اقرب من هيلوكس الصياح محمل علف وعندها اضان في الهيلوكس والسواق عمرها 70 العب يا سيوفي السواق عمرها 70 واللي راكب تعال هنا سيوف تقريبا عمره هذا كلهم شيبان شيبان لا الراكب ولا السواق يجيب لي شيء ناكله سيوفي تخيل السواق انقطع هذا المكان كامل انشق من هنا لهنا انفك يا وجه الله اي والله انقص ذا كامل من هنا لهنا ومعه معه سكر وضغط سكري سكر وضغط سكري سكر وضغط يا جدي صح شقر شقر او يعني شقر يسفون يسفون على المستشفى ومن المستشفى حولوا على المستشفى المتخصصة اللي بجيزان يا رجل المرور يقول لي يا رجل الرجال حولوه حالته الصحية سيئة يا واجه الله جا سكني ايه تقول ما حي ولا ما حي في النهايه لا تعال على المخفر انت ميدك انت يبغى على المخفر التوقيف حتى يطلع من المستشفى يلا تعال المخفر تعال النظاره ايه شوي طلع وصار فيها صلح وصار فيها علوم اهم شيء انا مشيت اي مشيت والله لو اعلمك بالاصابه الشاي علشان خبزه اللوزين اللي حنكلناها طيب